نعم. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. يلاحظ على بعض المؤذنين أنهم يؤخرون الأذان دقيقة إلى دقيقتين في أغلب الأوقات وخاصة الفجر والمغرب، وإذا سألتهم لماذا لا تتقيدوا بتقويم أم القرى قالوا نحن نضع الزيادة في الحرص، هل عملهم هذا صحيح شيخ؟ لا مانع، لا مانع من الاحتياط بدقيقة أو دقيقتين، خصوصا الفجر. الفجر تقويم المنقرة فيه التقديم 5 دقائق، ولهذا يجب التحرص في هذه المسألة، أن الإنسان ينتظر 5 دقائق قبل أن يصلي. أما الأذان فكما تعرفون منهم من يؤذن على الوقت الذي في أم القرى، ومنهم من يتقدم عليه، ومنهم من يتأخر عنه كثيرا.